كنا قاعدين انا وكريم، كنا قاعدين مع فريق الاعداد، كنا بنتكلم حلو جدا لما بيبقى عندنا اي بطوله حاليا بنشهدها ان احنا نرجع شويه بتاريخ هذه البطوله. فلما نيجي نتكلم شويه عن تاريخ النادي الاهلي في نهائيات تحديدا دوري ابطال افريقيا، هتلاقي ان انت عندك كلام كتير جدا وعندك تواريخ عظيمه جدا وعندك بطولات وعندك كواليس كمان. لو رحنا تحديدا لاول مره امتى، كانت في نسخه 82 يا كريم، ولعب الاهلي وقتها امام كوتوكو الغاني والقوي جدا، فريق كان قوي جدا في هذا الوقت مع جيل. طبعا احنا بقى جيلنا كان عندنا كابتن محمود الخطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن اكرامي، مختار، شوف كل اسم من دول يا كريم. الله يعني على ده جيل، يعني الله على ده جيل، حاجه عظيمه. الاهلي وقتها فاز في الذهاب 3-0 امام اكتر من 90,000 مشجع اهلاوي، حاجه كانت جميله جدا جدا، والصحف اتكلمت ولسه لحد دلوقتي المشاهد الخاصه بالجماهير موجوده في المانشيتات اللي بتعود لهذا او هذه السنه تحديدا. عندك بقى 83 كمان كان التاهل الثاني للاهلي برضو امام كوتوكو بالتخصص، لكن خسر اللقب بعد تعادل سلبي في القاهره، وخسر كمان في كوماسي بهدفين دون رد. بعدها في نسخه 87 كان التاهل الثالث للنهائي، والمره دي كانت امام الهلال السوداني، وفاز فيها الأهلي في القاهرة يعني بهدفين دون رد. في كمان نسخة 2001 كان التأهل الرابع للأهلي بعد غياب طويل لعدم المشاركة في بطولة إفريقيا، ولعب الأهلي وقتها أمام سان داونز مع جيل بقى عندك خالد بيبو وبرده وليد صلاح الدين وسيد عبد الحفيظ، وتعادل الأهلي وقتها في الذهاب 1-1، وفاز في العودة في القاهرة كانت بثلاثية خالد بيبو. يعني عشان بس ما ننساش وعشان دايما نبقى فاكرين التاريخ، وتم تتويج كمان او تم تتويجنا للمره الثالثه في تاريخ النادي الاهلي. فيها كلام جميل جدا ومحترم وتاريخ حلو ان انت تسمعه. عارف كده يا كريم لما بتبقى بني ادم ناجح فتاريخك لما طبعا. تيجي او النوستالجيا لما تيجي تتذكرها بتفرحك في الاول وفي الاخر. امال احنا ليه بنستعرض النهارده مع حضراتكم هذا التاريخ؟ لانه حقيقي تاريخ مضيء ومشرف جدا. برضو بالمناسبه في نسخة 2005 كان التأهل الخامس للنادي الأهلي، لعب وقتها قدام النجم الساحلي التونسي طبعا مع جيل النجوم بركات بقى وأبو تريكة ووائل جمعة وفلافيو وجلبرتو وغيرهم وعماد متعب. اتعادل الأهلي في سوسة بدون أهداف وفاز بثلاثية في القاهرة وتوج باللقب الغالي طبعا للمرة الرابعة في تاريخ النادي الأهلي. ثم في نسخة 2006 كان التأهل السادس لنهائي دوري أبطال إفريقيا ومع نفس الجيل اللي كان فاز قبلها بنسخة 2005، لعب الأهلي وقتها قدام بطل الدوري التونسي النادي الصفاقسي، اتعادل في القاهرة بهدف لكل فريق وفاز في لقاء العودة الشهير جدا في رادس بهدف أبو تريكة في الدقيقة 92 عشان يتوج باللقب الخامس في تاريخه. في نسخة 2007 كان التأهل السابع في تاريخ النادي الأهلي، لعب وقتها مع بطل تونس النجم الساحلي، اتعادل في سوسة بدون أهداف وكان عنده ضربتين جزاء تغاضى عنهم حكم المباراة وكانوا حديث كل المصريين في ذلك الوقت طبعا، وخسر في ماتش العودة بثلاثية شهيرة مقابل هدف. في نسخة 2008 اتأهل النادي الأهلي للمرة الثامنة للنهائي نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمرة دي اتقابل مع بطل الكاميرون نادي القطن الكاميروني، فاز في لقاء الذهاب في القاهرة بهدفين دون رد سجلهم فلافيو ووائل جمعة، واتعادلوا في جروة بهدفين لكل فريق سجل أحمد حسام وشادي محمد عشان يحصد اللقب السادس في تاريخه في حضور طبعا المدرب التاريخي للنادي الأهلي مانويل جوزيه. لسه التاريخ مكمل يا كريم. في 2012 كمان كان التأهل التاسع في تاريخ الأهلي وتقابل من جديد مع بطل برضو تونس، والمرة دي كان أمام الترجي واتعادل في الذهاب على ملعب برج العرب، بعد كده فاز في العودة في راس عثمان عشان يرفع الكابتن فريق طبعا وقتها حسام غالي اللقب رقم 7 في تاريخ النادي الأهلي. وقتها بقى مين كان المدرب؟ حسام البدري. يعني برضو لا بص أسماء كبيرة جدا طبعا. جدا كلعيبة كمدربين كمديرين فنيين، لا حاجة بجد جميلة. وفي النسخة اللي بعدها 2013 وصل الأهلي كمان للنهائي للمرة العاشرة في تاريخه، كانت أمام أورلاندو بطل جنوب إفريقيا وقتها في 2017 كمان بعد غياب 4 سنوات، تأهل الأهلي مع المدرب حسام البدري لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة ال11 يعني برضو في التاريخ. بصوا الكلام كتير والتواريخ كتيرة، وكان من الأفضل إن احنا نعمل تقرير يا كريم كامل ونحط فيه كل البطولات
والصور وكل حاجه، لان مهما لو كريم طلعنا اتكلمنا دلوقتي ممكن تبان شويه ان احنا بنحكي نشره اخبار، طبعا في تقرير كان هتبقى الطف بكتير. لكن الغرض من ان احنا بنرجع مع حضراتكم بالنوستالجيا في الاول وفي الاخر هي ان احنا بننبسط واحنا بنقول التواريخ، وان احنا بنتكلم عن تاريخ النادي الاهلي في هذه البطوله تحديدا، وايه اللي حصل ومين اللي جاب الاجوال وازاي كانت الكواليس بتاعت المباراه. لكن في الاول وفي الاخر برضو هنرجع نقول او تاني هعيد نفس الكلام، ان شاء الله النهارده يبقى استكمال يا كريم لفكره برضو البطولات، او فكره هنا خليني اقولها زي تبعي يا كريم جدا. فكره جدا انا حاساك جدا في فكره كتابه البطولات من جديد. فهي دي النقطه اللي اعتقد مهمه جدا، يعني في تاريخ مشرف لكن في كمان حاضر مشرف بنبني عليه مستقبل مشرف، هو ده اللي انا عايز اقول عليه. طبعا، وبالنسبه للتاريخ المشرف احنا بنتكلم على مدار 40 سنه يعني من عمر مشاركتنا في هذه البطوله، بطوله افريقيا. الحقيقه النادي الاهلي وصل فيها للنهائي 15 مره، احنا بنقول لكم كده باختصار وصلنا للنهائي 15 مره وفزنا بالكاس وباللقب 10 مرات، وان شاء الله المره دي كمان يكون البطل المصري اهلاوي للمره ال11 في تاريخ النادي الاهلي، تاريخ فعلا يستحق التوقف امامه وتامله، وفي كتير جدا من الدروس والعظات والعبر للناس اللي بتركز في التفاصيل. على كل الاحوال احنا قلنا بس ايه نعرف حضراتكم ولو عن جانب بسيط قوي من مشاركات النادي الاهلي افريقيا.